الساخنة وأكثرها استخداماً في العالم. أنواع كثيرة ومن أهمها الأحمر والأخضر والأسود، اكتشفني الصينيون سابقاً. ثم انتقلت إلى بلدان أخرى تحتوي على مضادات للأكسدة والتي تساعد في الوقاية من الأورام السرطانية، وحارب تسوس الأسنان بسبب احتوائه على مادة الفلورايد. يضيف لي البعض السكر أو الحليب، ويحبني البعض الآخر بلا أي إضافات. من أنا؟ الشاي.